مش عادي، فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية مبنية على قصص حقيقية. الفقرة هذه ما ننصحوش بها أصحاب القلوب الضعيفة وصغار اللي أعمارهم أقل من 12 سنة. إذا حذاك صغير قلو يبعد، ولا مش لازم تسمع حتى، خطر تنجم تلقاها من بعد على يوتيوب ديوان اف ام. في الحرب كل شيء جايز والبقاء للأقوى، هذم أهم شعارات الحروب. لكن فما حادثة وقعت في الحرب العالمية الثانية تعتبر من أقوى وأنبل المواقف اللي وقعت في وسط حرب، وتعرفت باسم حادثة ستيغلر وبراون، وهما أسماء أبطال قصتنا لليوم. كيفاش في لحظة الإنسانية غلبت كل شيء، وكيفاش العدو تحول في لحظة لصديق؟ شنو اللي صار بالضبط وخلى التاريخ لليوم يخلد هالموقف الغريب والمش عادي؟ الحرب العالمية الثانية بدأت في أوروبا تحديدا في أول سبتمبر من عام 1939، وتواصلت حتى 2 سبتمبر من عام 1945. مانيش باش نحكي لكم تفاصيل الحرب هذه، نجموا ترجعوا الكتب بالتاريخ وتقراوا على الحرب أكثر. أما اليوم باش نحكي لكم على موقف إنساني خرج من رحم الحرب. المهمة قصف جوي للحلفاء فوق مدينة بريمن في ألمانيا. الهدف لازم قصفه منشأة إنتاج مقاتلات F-W-190، أكثر مقاتلة يخافوا منها الأمريكان بعد M-262 الألمانية. فرانز ستيغلر طيار مدني سابق من بافاريا، واحد من أخطر طياري المقاتلات في اللوفتوافا في وحدة مقاتلات الياك جفايدر 27. ستيغلر كان في رصيده 22 إسقاط مؤكد لطائرات تابعة للحلفاء. 22 إسقاط هذم كانوا كلهم محسوبين عليه ومسجلين باسمه هو، وكان يلزمه يكمل إسقاط رقم 23 باش ياخذ تكريم لوفتوافا ويتحصل على ميدالية صليب الفارس. أكيد فهمتوا أنه إنسان بالمواصفات هذه ما ينجم يكون كان كاسح قلبه ميت، لكن اللي باش يصير من بعد والموقف اللي باش يعملوا مع تشارلز براون طيار في سلاح الجو الأمريكي موقف باش يكون مش عادي. بالنسبة للطيار براون، مهمة بريمن كانت هي المهمة الأولى ليه وللطاقم متاعه، يعني كان أقل خبرة حربية برشا من ستيغلر، وكان يعرف أنه المهمة متاعه باش تكون صعيبة برشا، وأنهم باش يكونوا في مواجهة المئات من المقاتلات الألمانية، بخلاف أنه موقع الهدف فيه على الأقل 250 مدفع فلاك مضاد للطائرات تحت إدارة نخبة أطقم المدفعيين الألمان. القصف الألماني على سرب الحلفاء بدأ، وكان من المفروض أنه يستغرق 10 دقائق وعلى ارتفاع 27300 قدم. ومن بعد القاصفة الألمانية تبدأ في إطلاق القنابل، قنابل مدفعية استهدفت قمرة القيادة متاع الطيارة اللي كان يقود فيها براون. ضربة مباشرة تقريبا خلفت تحطم الزجاج الخارجي وضربت المحرك الثاني لطيارة براون، وألحقت ضرر كبير في المحرك الرابع اللي كان يعاني من أعطال من اللي بدأ القصف. لهنا الطيار العسكري براون القى روحه مجبور على خفض الطاقم تاعه باش يتجنب انفصال مروحة المحرك على الجناح. براون
براون لقى روحه يقود في الطياره بنسق منخفض وبسرعه ضعيفه مقارنه بزملائه، وهذا اللي خلاه يفقد الموقع متاعه وسط التشكيله، ولا متاخر في ذيل السرب بمسافه كبيره، وهذا يعتبر موقف قاتل بالنسبه لقاصفه استراتيجيه ثقيله كيف ما البي 17 اللي يقود فيها براون. أي نرجع لكم للطيار الألماني فرانز ستيغلر. فرانز ستيغلر في الوقت اللي ضربت فيه طيارة براون كان يحضر في المقاتلة متاعه، وإلا خلينا نقوله الطائرة الحربية متاعه، رجع وعباها بالوقود والذخيرة وخلط على أصحابه. كانت تفكروا معايا سي الطيار هذا ناقصه إسقاط واحد كول طيارة من طائرات العدو باش يوصل لـ23 إسقاط ويتحصل على تكريم وميدالية شرفية، وهذه حاجة بالطبيعة في مجال الحرب وقتها ما كانتش في متناول الطيارين العسكريين، الكلهم كانوا يحلموا باش يوصلوا للشرف هذاك. لهنا ستيغلر انتبه للحالة متاع طيارة تشارلز براون، الطيارة اللي ولات فريسة سهلة بالنسبة لستيغلر وكان يفصو على وسام الشرف مجرد لحظات، أما اللي باش يعملوا ستيغلر حاجة من وراء العقل ومجازفة خطيرة في الحرب. أكثر من 12 مقاتلة ألمانية ما بين الـ MA-109 والـ FW-190 شنوا كلهم بعضهم هجوم على القاصفة الوحيدة اللي كانت بقيادة براون، وهذا اللي زاد خلف أضرار إضافية كبيرة للمحرك الثالث متاع الطيارة متاعه، وهذا يعني أنه المحركات الأربعة تول كلهم تضروا والطيارة العسكرية ولا تتحرك بطاقة ما تفوتش الـ40% متاعها، ولهنا القاصفة خسرت قدرتها على التحكم في نصفها الأيمن الكل. أغلب أفراد طاقم طيارة تشارلز براون كانوا إما مصابين وإلا قتلى، هذا الكل صار قدام عينين براون اللي حتى هو جاته كرتوشة في كتفه اليمين، أما كان أبرك واحد من بين أفراد الطاقم الكل. براون رغم كل شيء كان قاعد يتحكم في أعصابه وفي قيادة ما تبقى من الطيارة بالسيف. هذا الكل صار قدام ستيغلر. ستيغلر لهنا قرر يقرب من طيارة براون بعد ما تفكر حاجة خلاته ياخذ الريسك ويتصرف بطريقة صادمة. انتوما طيارين مقاتلين اولا واخيرا والى الابد، واذا جاء نهار وسمعت بواحد منكم اطلق النار على عدو وهو هابط بالباراشوت متاعو انا نعدمه بنفسي. ما تنساوش اهم قاعده في الحرب واللي هي التكافؤ، واللي يضرب عدو اعزل ما يستاهلش يكون مقاتل بالكل. هذا كلام جوستاف رودل أستاذ ستيغلر والقائد متاعه اللي تعلم عليه قواعد الحرب في وحدة الياكشفايدر 27. فرانز ستيغلر تفكر الكلام هذا وفي لحظة تحركت فيه الإنسانية، وتخيل أنه براون اللي قدامه بطيارته اللي ولات في حالة كارثية تخيله هو راكب في باراشوت كيف ما قال أستاذه، ولهنا قرر أنه يعاونه رغم أنه عدو متاع حرب ورغم أنه مساعدته ليه باش تخسروا في وسام الشرف اللي كان يحلم به. ستيغلر قرب من طيارة العدو وغزر مليحة من البلار المكسر، شاف طاقم الطيارة بيديسات كلهم غارقين في دمهم أغلبهم موتى، وجات عينه في عين براون. براون كان خايف وحاول يبعد بطيارته على طيارة ستيغلر، كان بالطبيعة متوقع أنه باش يضربه بالرصاص ويكمل يقتله. ستيغلر حاول يفهم براون النية متاعه لكن شيء ما فهموش وحاول يبعد عليه. ستيغلر عمل لي إشارة لزملائه باش يسيبوا الطيارة ويبعدوا عليها، ولهنا زملائه فهموا أنه ستيغلر يحب يتولى هو بنفسه مهمة إسقاط الطيارة باش يتحصل على الوسام الشرفي، والتزموا بكلامه وخلاوه وحده مع طيارة براون.
ستيغلر حاول يعمل إشارات لبراون باش يستسلم في أمان، أما ما فهموش أو بالأحرى ما عطاهوش الجنب. كان مستعد نفسيا في أي لحظة باش يتلقى رصاصة من ستيغلر، أما ما فهم حتى شيء. تفاجأ بتصرف ستيغلر اللي قعد محاضي الطيارة ويمشي بجنبها من خير ما يضرها وإلا يعمل أي ردة فعل ولا أي هجوم مفاجئ. طار ورا طيارة العدو وحماها حتى ليتأكد من خروجها من المجال الجوي الألماني، ورجع والتحق بجماعته بعد ما خفض أجنحة طيارته على اليمين واليسار 3 مرات وهي التحية الجوية المتعارف عليها. وقتها كاو براون فهم شنو كان ستيغلر يحب يقوله بالضبط. استغرب برشا وقعد باهت في الموقف اللي صار وكمل 400 كيلومتر اللي تبقات له وهبط رغم حالة طيارته الكارثية في قاعدة سيثينغ الجوية البريطانية. في التقرير اللي قدمه براون الرؤساء متاعه بعد ما رجع ذكر الطيار الألماني المجهول كيفاش وقف معهم وحاضيهم حتى لين خرجهم من المجال الجوي الألماني، وما اكتفاش بأنه ما ضربهمش أما زاد حماهم وحياهم. عرفات براون تغشوا عليه وصاوه باش ما عادش يعاود يحكي الحكاية لحتى حد، وهذا بالطبيعة باش ما يخلقش بلبلة عند الجنود متاع الحلفاء اللي باش يوليوا يشوفوا في العدو متاعهم بطريقة إيجابية. الحسن حظ ستيغلر انه حتى حد من اصحابه ما شاف اللي عمله ولا راهو تحاكم بتهمة الخيانة العظمى وتم اعدامه. اي تعدت الحرب واصل الطيارين الاثنين المهام متاعهم. بالنسبة لبراون بعد الحرب رجع لبلاده في فيرجينيا الغربية وكمل دراسته الجامعية وكمل الخدمة متاعه كضابط عمليات خارجية وقام بعدة مهمات في لاوس وفيتنام حتى لين تقاعد برتبة كولونيل عام 1972 وانتقل من بعد لميامي. بالنسبة لستيغلر انتقل لكندا عام 1953 وولى رجل أعمال ناجح. عام 1986 تلقى الكولونيل براون دعوة لحضور اجتماع صحفي للطيارين العسكريين، الاجتماع معروف باسم تجمع النسور. وقتها واحد من الحضور سأل براون وقال له تتفكرش موقف كبير قعدت في بالك من الحرب وما نسيتوش؟ لهنا براون تجرأ الأول مرة وحكى حكايته مع الطيار الألماني، حكاية خلقت جدل كبير وولت حديث الصحافة والإعلام في العالم كامل، وقرر براون يلوج على ستيغلر. وبعد ما الحكاية خذت صدى إعلامي ستيغلر عرف أنه براون يلوج عليه وبعث له جواب قال له فيه أنا هو السيد اللي تلوج عليه. بطبيعة براون ما صدقوش بسهولة وخاف ليكون واحد من المهووسين بالشهرة ويحب يركب كما يقولوا على الأحداث، هذاك علاش كيف حدد موعد معاه طلب منه يعطيه أمارة من نهار الحرب. وبالطبيعة ستيغلر عطاه تفاصيل خلته يرجع بالذاكرة ويتخيل المشهد متاع الحرب من جديد. ومن وقتها براون وستيغلر ولو زوز أصحاب تولدت ما بيناتهم صداقة من رحم الحرب وهم اليوم رمز مش عادي. مش عادي فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية مبنية على قصص حقيقية. كان فاتتك الفقرة هذه نجم تتابعها على يوتيوب ديوان FM.